بالتشكيل، تشكيل الفريق صاحب الأرض بحراسة المرمى هادي منون، بخط الدفاع شاهر كاخي وحسن بوضان ووسام سلوم ومحمد علي، بخط الوسط محمد شريفة ومحمد كروما وعبد الرزاق الحسين، وفي المقدمة الحمدكو وأحمد حاتم ومازن عمارة. إذن بداية أحداث هذا اللقاء الهام بين الفريقين والمباراة الافتتاحية لحساب الجولة العشرين من الدوري السوري الممتاز. طبعا تشكيلة فريق الشرطة الضيف بهذا اللقاء بحراسة المرمى شيفان أوسي، عامر دندشي، محمد خلف، مالك علي، خليل إبراهيم، مجد الغايب، محمد لولو، ومؤمن ناجي، وحاتم نابلسي، وإبراهيم الطويل، ويوسف عرفة. كرة في وسط الملعب الآن، المحاولة لفريق الحرجلة مازن عمارة، التمرير إلى الكروما لكن مقطوعة تعود لمصلحة فريق الشرطة. خليل إبراهيم يغير اتجاه اللعب إلى مؤمن ناجي من جديد، مؤمن ناجي إلى داخل المنطقة باتجاه يوسف عرفة لكن مقطوعة من محمد علي، يبعد هذه الكرة إذن وتخرج إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة. خليل إبراهيم إلى إبراهيم الطويل، إبراهيم الطويل، إبراهيم يعيد الكرة باتجاه محمد الخلف، محمد الخلف إلى شيفان أوسي، شيفان أوسي يبدأ اليوم أساسيا، شيفان أوسي يلعب بالنار، شيفان أوسي يبعد هذه الكرة إذن إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الحرجلة. محمد علي إذن الرمية الجانبية لمصلحة فريق الشرطة، إبراهيم الطويل، إبراهيم الطويل باتجاه الخلف، الخلف على الكرة، الخلف المحاولة محاصر بين ثلاثة لاعبين، يخرج هذه الكرة تصل إلى عبد الرزاق الحسين ومالك علي من جديد لإبراهيم الطويل، إبراهيم الطويل التمرير باتجاه يوسف عرفة لكن الكرة تخرج إلى رمية جانبية أخرى إذن لمصلحة فريق الحرجلة. محمد علي، محمد علي على التنفيذ، محمد علي كرة باتجاه أحمد حاتم، إذن تصل لشيفان أوسي، نشاهد اليوم شيفان أوسي يبدأ أساسيا على حساب علي مريمة الذي قدم مستويات جيدة هذا الموسم رفقة نادي الشرطة. مازن عمارة بالرأس باتجاه عبد الرزاق الحسين، عبد الرزاق الحسين بكرة لكن أقرب إلى إبراهيم الطويل، يبعد هذه الكرة إلى وسط الملعب تصل إلى محمد علي ومحمد كروما، المحاولة في وسط الملعب باتجاه عبد الرزاق الحسين لكن مقطوعة هذه الكرة تصل إلى عمارة وعبد الرزاق الحسين، نشاهد أيضا عبد الرزاق الحسين يبدأ أساسيا، تعودنا على مشاهدة عبد الرزاق الحسين في بعض المباريات من على دكة البدلاء ويدخل في الشوط الثاني لكن كرة مقطوعة الآن، المحاولة لا تزال عند محمد شريفة، محمد شريفة التمرير إلى الحمدكو، الحمدكو على مشارف المنطقة، المحاولة لا تزال، يوسف عرفة يبعد هذه الكرة في وسط الملعب، المحاولة من مؤمن ناجي، مؤمن ناجي باتجاه النابلسي، حاتم نابلسي الخطير، حاتم نابلسي إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي والمحاولة على مشارف المنطقة لكن تسديدة ضعيفة، تسديدة ضعيفة وتخرج إلى ركلة مرمى. إذن هادي منون يلعب الكرة لحسن بوضان القادم من صفوف نادي الطليعة، كرة ملعوبة لوسام سلوم، وسام سلوم أيضا لعب بصفوف نادي الطليعة وقادم بنظام الإعارة من الجيش إذن لمصلحة لفريق الحرجلة. لكروما والمحاولة في وسط الملعب، التمرير إلى مازن عمارة ولكروما، لكروما من جديد، المحاولة عند أحمد حاتم، أحمد حاتم محاولة تغيير اتجاه اللعب لكن تطول هذه الكرة وتخرج إلى رمية جانبية. إذن ملعوبة هذه الكرة، الخلف على هذه الكرة إلى إبراهيم الطويل ومالك علي، مالك علي يرسل كرة طويلة باتجاه النابلسي لكن حسن بوضان أقرب، التمرير إلى مازن عمارة، مازن عمارة القادم أيضا بنظام الإعارة من صفوف نادي الجيش ولعب بالموسم الماضي بصفوف نادي الفتوة، التمرير إلى الكروما من جديد، المحاولة عبد الرزاق الحسين لكن مقطوعة هذه الكرة من اللولو، من جديد تصل إلى كروما، الكروما في وسط الملعب، المحاولة لا تزال في وسط الملعب إلى الآن، حسن بوضان، حسن بوضان وكرة للشريفة، شريفة
صاحب خبرة كبيرة شريفة. التمرير إلى شاهر كاخي، شاهر كاخي لاعب الكرامة السابق، إلى حسن بوضان، حسن بوضان، حسن، والتمرير إلى أحمد حاتم، أحمد حاتم إلى حسن بوضان، يتقدم حسن بوضان، كرة في وسط الملعب إلى محمد كروما، محمد كروما ووسام سلوم، وسام سلوم والكروما، لكروما والمحاولة الآن للحمدكو أو العمارة، العمارة إلى داخل المنطقة لكن مقطوعة من اللولو، تصل إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي بالسرعة، مؤمن ناجي العائد من صفوف نادي الجيش إلى الشرطة، طبعا كان في نادي الجيش بنظام الإعارة من فريق الشرطة. التمرير إلى عبد الرزاق الحسين، عبد الرزاق الحسين والمحاولة، حسن بوضان يرسل كرة طويلة باتجاه محمد علي لكن مقطوعة من إبراهيم الطويل، كرات سهلة على مدافعين فريق الشرطة، طبعا يغيب بداعي الإصابة اللاعب محمد هزاع صاحب خبرة كبيرة ولاعب أساسي ومهم بفريق الشرطة. الرمية الجانبية إذن اللولو، اللولو إلى عامر دندشي، عامر دندشي باتجاه الخلف، الخلف إلى إبراهيم الطويل، إبراهيم الطويل التمرير، يوسف عرفة من جديد إلى عامر دندشي، عامر دندشي طبعا لاعب بصفوف نادي الحرجلة عندما كان في دوري الدرجة الأولى، ولعب أيضا بصفوف نادي الطليعة، كرة طويلة من عامر دندشي تخرج إذن إلى ركلة مرمى، هادي منون يلعب الكرة لحسن بوضان، على ما يبدو بأن هناك مشكلة في الكرة، هناك مشكلة في الكرة، استبدال للكرة إذن، تصل لهادي إذن، الحكم يتأكد من الكرات، كرة ملعوبة إذن، شاهر كاخي، شاهر كاخي لمحمد علي، محمد علي و لكروما لكن تخرج هذه الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الحرجلة. محمد علي، محمد علي وكرة بالرأس للحمدكو، الحمدكو إبراهيم الطويل بالرأس من جديد مبعدة وخطأ على اللاعب محمد علي، خطأ إذن لمصلحة فريق الشرطة. كرة ملعوبة بشكل سريع من خليل إبراهيم و مقطوعة من حسن بوضان، لم يستطع حاتم نابلسي اللحاق بهذه الكرة. شريفة وأحمد حاتم يطلب الكرة، مقطوعة من خليل لكن من جديد يعود يستحوذ على الكرة، المحاولة من حاتم نابلسي، حاتم نابلسي، حاتم نابلسي، ومقطوعة من محمد كروما، على ما يبدو إصابة للاعب أحمد حاتم، لاعب شاب من مواليد 2002، لاعب بإمكانيات مميزة جدا. طبعا وضع الفريقين على سلم الترتيب غير مرضي بالنسبة لجماهير الفريقين، بالنسبة للإدارات، اليوم الشرطة نشاهد الشرطة بمناطق الهبوط برصيد 14 نقطة فقط، لم نشاهد فريق الشرطة بهذه الحالة السيئة منذ مواسم عديدة، طبعا شاهدنا سابقا في المواسم الماضية الشرطة العنيد، الشرطة الذي أوقف الكثير من الفرق ودائما ترتيبه في وسط الترتيب يكون، لكن الاستغناء عن لاعبين يعني كثر مثل عقبة المرئي، قاسم بهاء، الخان كان، والمحيا، أيضا خالد عقلة،
المدافع السابق، طبعا الآن هو بصفة مساعد مدرب لكن لعب هذا الموسم بصفوف نادي اليقظة في دوري الدرجة الأولى. أيضا الحرجلة، طبعا كنا نتحدث عن وضع الفريقين، الحرجلة يملك فرصة إلى الآن، لديه 20 نقطة قريب من جميع الفرق صراحة، بحال الفوز اليوم على فريق الشرطة سيرتفع رصيده إلى 23 نقطة. لديه مباراة على ما أتوقع مع عفرين، نعم مع عفرين أيضا، يعني هذه مباريات مهمة بالنسبة لفريق الحرجلة، باستثناء هذه المباريات المتبقية لفريق الحرجلة، 6 مباريات 6 جولات. محمد علي إلى أحمد حاتم، أحمد حاتم ومحمد علي، لكن الكرة تخرج إلى رمية جانبية إذن لمصلحة فريق الحرجلة. خطأ إذن من على مشارف منطقة الجزاء، خطأ لمصلحة فريق الحرجلة. محمد كرومايا على التنفيذ، محمد كروما حامل القميص رقم 7، محمد كروما وكرة إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس، المحاولة لكن بعيدة كانت هذه الرأسية، تخرج إلى ركلة مرمى إذن لمصلحة فريق الشرطة. شيفان أوسي، شيفان أوسي وكرة إلى وسط الملعب بالرأس، مازن عمارة، تخرج إذن الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة. ملعوبة هذه الكرة تصل للخلف، الخلف في وسط الملعب يحاول إرسال كرة باتجاه المناطق الأمامية، المرور جميل من الخلف، كرة باتجاه مؤمن ناجي لكن حسن بوضان يقطع هذه الكرة، من جديد كرة طويلة تصل لشيفان أوسي، يبعد هذه الكرة بالرأس، الاندفاع من مازن عمارة تصل إلى عبد الرزاق لحسين بلمسة رائعة إلى مازن عمارة، الكرة العرضية لكن بعيدة هذه الكرة، تخرج إذن لرمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة. كرة ملعوبة، خليل إبراهيم من جديد، مقطوعة هذه الكرة تترك لتخرج إذن الكرة لركلة مرمى شيفان أوسي. شيفان أوسي يأخذ وقته الكامل، شيفان أوسي وكرة باتجاه خليل إبراهيم لكن مقطوعة من حسن بوضان تصل إلى الشريفة، الشريفة والمحاولة، محمد علي يبعد هذه الكرة، المحاولة لا تزال، عبد الرزاق لحسين، تخرج هذه الكرة إلى رمية جانبية أخرى إذن لمصلحة فريق الحرجلة. شاهر كاخي، كرة طويلة باتجاه أحمد حاتم لكن مقطوعة من جديد، محمد شريف يتصل لمؤمن ناجي، مؤمن ناجي بالانطلاق، مؤمن ناجي المحاولة إلى مجد الغايب، مجد الغايب يعيد الكرة إلى اللولو، اللولو اللولو على مشارف المنطقة ومؤمن ناجي تصل إلى حاتم نابلسي، حاتم نابلسي الخطير داخل المنطقة، محاولة التسديد، محاولة فتح زاوية للتسديد لا تزال أحمد أو حاتم نابلسي لكن مقطوعة هذه الكرة، المحاولة الآن من أحمد حاتم لكن الإعاقة موجودة، الحكم يأمر باستمرار اللعب، تصل إلى مؤمن ناجي من جديد، محمد شريفة، مجد الغايب يترك الكرة للولو، اللولو
لولو ومجد تصل إلى مؤمن، مؤمن ناجي، مؤمن ناجي تزيد من بعيد، لكن كرة عالية عالية هذه الكرة. كرة لشاهر كاخي، شاهر كاخي، محمد كرومة في وسط الملعب، ومحمد علي المرور بشكل جميل. محمد علي يبحث عن المساندة، يعيد الكرة إلى الخلف باتجاه الشريفة، تصل إلى حسن بوضان، حسن بوضان وعبد الرزاق لحسين، عبد الرزاق لحسين، تمرير باتجاه مازن عمار، لكن مقطوعة هذه الكرة. والتقدم الآن، التقدم من لولو، لولو يترك الكرة لمؤمن ناجي، لكن تصل إلى الكرومة، يقطع هذه الكرة ويتقدم الكرومة، الكرومة التمرير باتجاه عبد الرزاق لحسين، لكن مقطوعة من مجد الغايب وخليل إبراهيم. مجد الغايب، يا سلام عليك يا مجد، التمرير تعود إلى عامر دندشي باتجاه اللولو، يلحق بالكرة اللولو، اللولو إلى وسط الملعب باتجاه عامر دندشي، تعود إلى الخلف، الخلف وإبراهيم الطويل. المحاولة الخلف في المواقع الخلفية، يرسل كرة باتجاه مجد الغايب بالرأس إلى اللولو، اللولو في وسط الملعب، التمرير إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي أحد أميز اللاعبين صراحة المتواجدين بفريق الشرطة. يوسف عرفة، يوسف عرفة من أمام محمد علي، محاولة المرور، يوسف عرفة داخل منطقة الجزاء باتجاه مجد الغايب، مجد الغايب، يا الله يا مجد، المحاولة، المحاولة لكن تخرج إلى ركلة ركنية أولى لمصلحة فريق الشرطة. مجد ومؤمن ناجي، مؤمن ناجي يستعد، هل سنشاهد أول الأهداف؟ مؤمن ناجي إلى مجد الغايب، مجد الغايب ومؤمن ناجي، كرة إلى داخل المنطقة، الخلف والمحاولة، الخلف والتسديد والهدف، جول أول، خليل إبراهيم ينجح بتسجيل الهدف الأول لمصلحة فريق الشرطة بكرة ولا أروع، لعبت من مؤمن ناجي إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه الخلف، ومن ثم حاول التسديد لكن عادت باتجاه خليل إبراهيم. إذا ينجح خليل إبراهيم بتسجيل الهدف الأول لمصلحة فريق الشرطة، إذا الشرطة يتقدم بهذه الأثناء بهدف مقابل لا شيء على فريق الحرجلة بكرة رائعة وملعوبة كانت ما بين مؤمن ناجي والخلف إلى خليل إبراهيم. إذا هدف التقدم، أول الأهداف كما تشاهدون بلقطة الإعادة، مؤمن ناجي كابتن الفريق، كرة وصلت إلى الخلف المدافع وكرة وضعت في الشباك بأقدام خليل إبراهيم. إذن من جديد تصل إلى الشريفة، الشريفة وكرة إلى شاهر كاخي، شاهر كاخي والكرة الطويلة باتجاه الحمدكو، الحمدكو باتجاه عبد الرزاق لحسين، لكن شيفان أوسي أقرب إلى هذه الكرة، على ما يبدو إصابة لمحمد حمدكو، نتمنى له السلامة وكذلك نتمنى السلامة لجميع اللاعبين وأن تنتهي هذه المباراة بدون أي إصابات. إذن هدف مهم وبتوقيت مهم بالنسبة لفريق الشرطة، كرة تصل لهادي منون، هادي منون وحسن بوضان، التمرير إلى الشريفة، حسن بوضان والشريفة وهادي منون، التمرير إلى محمد كرومة، حسن بوضان، الكرة في وسط الملعب الشريفة بالمحاولة باتجاه وسام سلوم، وسام سلوم وكرة باتجاه الكرومة، الكرومة وعامر دندشي يخرج هذه الكرة إذن إلى رمية جانبية،
المحاولة الآن من على مشارف المنطقة أو داخل المنطقة. محمد الخلفي بعد هذه الكرة وتخرج إلى ركلة مرمى. شيفان أوسي شيفان أوسي على هذه الكرة. الكرة طويلة إلى وسط الملعب بالرأس من محمد كروما، من جديد بالرأس من إبراهيم الطويل. المحاولة لا تزال، حسن بوضان ويوسف عرفة، تصل إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي التمرير إلى مجد الغايب، مجد الغايب محاولة التسديد لكن ضعيفة يا مجد وبعيدة عن المرمى. وسام سلوم، وسام سلوم ويعود بالكرة باتجاه هادي منون. من جديد تعود إلى هادي منون. المحاولة لا تزال، تصل إلى العمارة، العمارة التمرير إلى الكروما. المحاولة من الحمدكو باتجاه عبد الرزاق الحسين لكن مقطوعة هذه الكرة. تصل إلى اللولو، إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي في وسط الملعب، لا تزال الكرة مالك علي إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي. والمحاولة نشاهد إلى الآن فريق الشرطة بعد محاولة، بعد تسجيل الهدف إلى الآن محاولة الضغط أكثر. مالك علي، مالك علي وكرة إلى مؤمن ناجي. كل الكرات تمر من مؤمن ناجي إلى محمد لولو، محمد لولو باتجاه مؤمن ناجي من جديد. كما ذكرنا كل الكرات تأتي إلى مؤمن ناجي. مجد الغايب، مجد الغايب إلى داخل المنطقة، مجد الغايب التمرير لكن مقطوعة من شاهر كاخي محمد الخلف. وراية التسلل، راية التسلل، الحكم وسام سلوم يستمر في اللعب لكن راية الحكم، راية التسلل. راية التسلل كانت حاضرة. أو خطأ، خطأ كان على أحد لاعبي فريق الحرجلي. المحاولة الآن من مجد الغايب، مجد الغايب تصل إلى خليل إبراهيم صاحب الهدف، محاولة التسديد من بعيد لكن بعيدة هذه الكرة. كرة لوسام سلوم، وسام سلوم المحاولة في وسط الملعب من جديد. المحاولات لا تزال، مالك علي باتجاه مجد الغايب، مجد الغايب، مجد الغايب داخل المنطقة. المحاولة، الفرصة الخطيرة لإضافة الهدف الثاني، التسديد وكرة سهلة على أحضان الحارس هادي منون. كرة والمحاولة والتسديدة كانت خطيرة جدا لكن راية التسلل حاضرة بهذه اللقطة، راية التسلل حاضرة كانت. احتجاج من كوادر فريق الحرجلي على اللقطة الماضية.
شيفان أوسي. شيفان أوسي يرسل كرة طويلة باتجاه مناطق الحرجلة، المحاولة لا تزال لكن مقطوعة من الشريفة. طبعا اليوم أيضا هناك مباراة هامة تقام ما بين فريق الجزيرة وجرمانة، المباراة النهائية طبعا مباراة الذهاب في مدينة حلب في ملعب 7 نيسان. طبعا الجزيرة متقدم إلى الآن بهدف مقابل لا شيء على جرمانة بأقدام اللاعب إيفان المحمد. طبعا السبت أيضا لقاء في المباراة، طبعا مباراة الذهاب من المباراة المؤهلة إلى الدوري الممتاز بين المجد والحرية. إذا بطاقة صفراء أولى على حاتم نابلسي، وبطاقة صفراء ثانية على من؟ على مالك علي أيضا. مالك علي وحاتم نابلسي، إذا بطاقتين صفراء. كرة طويلة باتجاه المناطق الشرطاوية بالرأس، محمد خلف يبعد هذه الكرة، تصل إلى مجد والخلف من جديد يبعد هذه الكرة لكن تخرج إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الحرجلة. محمد علي إلى الشريفة، الشريفة يرسل كرة عرضية باتجاه منطقة الجزاء لكن بعيدة كانت هذه الرأسية من مازن عمارة. راية الحكم أيضا وجود للتسلل. كرة ملعوبة تصل إلى شاهر كاخي، شاهر كاخي باتجاه هادي منون إلى حسن بوضان. طبعا نكهة المباريات هي بدو بحضور الجماهير، لكن لا يوجد جماهير هنا في الملعب. كرة لي تصل للحمدكو، الحمدكو والمحاولة تخرج، إذن الكرة إلى ركلة ركنية. محمد كروما على التنفيذ، محمد كروما إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس، مبعدة من مالك علي من جديد بالرأس من مجد الغايب ومؤمن ناجي، تصل إلى الشريفة، الشريفة إلى داخل منطقة الجزاء وخروج للحارس وإبعاد للكرة وخطأ إذا لمصلحة فريق الشرطة. على ما يبدو إصابة للحارس شيفان أوسي نتيجة الاحتكاك. يعني بحال بقت النتيجة على حالها سيرفع فريق الشرطة رصيده إلى 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق الحرجلة صاحب العشرين نقطة. كرة في وسط الملعب بالرأس، خليل إبراهيم تصل إلى حاتم نابلسي ومجد الغايب، مجد الغايب في وسط الملعب يعود بالكرة لإبراهيم الطويل، إبراهيم الطويل من أمام عبد الرزاق لحسين التمرير، المحاولة لا تزال مؤمن ناجي باتجاه اللولو، اللولو على مشارف المنطقة إلى مؤمن ناجي من جديد إلى داخل المنطقة لكن مقطوعة هذه الكرة تصل إلى الحمدكو، كان التدخل من عامر دندشي، تدخل قوي وبطاقة صفراء على عامر دندشي.
الشريفة على هذه الكرة التمرير باتجاه حسن بوظان. حسن بوظان يعيد الكرة باتجاه هادي منون، هادي منون والكرة الطويلة بالرأس، إبراهيم الطويل إلى خليل إبراهيم، من جديد تصل إلى محمد علي، محمد علي وعبد الرزاق الحسين، محاولة من عبد الرزاق الحسين إلى الكروما، الكروما الكروما تغيير اتجاه اللعب، كرة باتجاه وسام سلوم، وسام سلوم يبحث عن الحل، يبحث عن المرور، كرة من حسن بوظان باتجاه منطقة الجزاء، لكن تخرج هذه الكرة إذن لركلة ركنية لمصلحة فريق الحرجلي. محمد كروما، محمد كروما يلعب الكرة لوسام سلوم، وسام سلوم والكرة العرضية إلى داخل المنطقة، لكن خليل إبراهيم يتفوق في الكرات العالية، يتفوق في الكرات الهوائية، لا مقطوعة كانت من خليل إبراهيم، من جديد المحاولة لكن وجود لخطأ لمصلحة فريق الحرجلي، ملعوب وسام سلوم باتجاه الحمدكو، الحمدكو والمحاولة التسديد لكن ترتد من عامر دندشي، لا تزال الخطورة قائمة من الحمدكو، الحمدكو والمحاولة لكن مقطوعة تصل لمحمد لولو، محمد لولو إلى مؤمن ناجي، مقطوعة من جديد تصل إلى الشريفة وحسن بوظان، الشريفة على هذه الكرة في وسط الملعب، الآن الضغط من جانب لاعبي فريق الحرجلي، محمد كروما، محمد كروما باتجاه عبد الرزاق الحسين لكن مقطوعة من محمد خلف، يبعد هذه الكرة، تصل لحسن بوظان، حسن بوظان ومحمد شريفة، محمد شريفة كرة مقطوعة تخرج إذن إلى رمية جانبية، محمد علي على رمية التماس، محمد علي باتجاه الحمدكو لكن بالرأس من محمد خلف، خطأ إذن محمد كروما، محمد كروما الكروما يستعد، محمد كروما كرة إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس، مبعدة هذه الكرة من جديد، المحاولة الآن عند لاعبي فريق الشرطة، يتقدم محمد لولو، محمد لولو التمرير إلى خليل إبراهيم، خليل إبراهيم ومؤمن ناجي، مؤمن ناجي إلى لولو، طبعا نلعب الآن في الدقيقة 33 وإلى الآن النتيجة تشير إلى تقدم فريق الشرطة بهدف جاء بإقدام اللاعب خليل إبراهيم، خليل إبراهيم في وسط الملعب، المحاولة تخرج إذن إلى رمية جانبية، ملعوبة من اللولو إلى مؤمن ناجي، اللولو ومؤمن في وسط الملعب كما ذكرنا، كل الكرة تمر من مؤمن ناجي، اللولو، اللولو والتمرير باتجاه حاتم أو يوسف عرفة، يوسف عرفة لكن مقطوعة هذه الكرة من جديد تعود لمصلحة فريق الحرجلي، محمد شريفة، محمد شريفة يرسل كرة باتجاه الحمدكو تصل إلى مازن عمارة، مازن عمارة التمرير إلى الشريفة من جديد، يترك الكرة لوسام سلوم، وسام سلوم المحاولة لا تزال الكرة داخل أرض الملعب، التمرير إلى حسن بوظان لكن أقرب إلى هادي منون، هادي منون وشاهر كاخي، شاهر كاخي إلى محمد علي، محمد علي لعبد الرزاق الحسين و محمد شريفة، عبد الرزاق الحسين المحاولة الآن من الكروما، الكروما والشريفة من جديد، للآن مباراة هادئة بعض الشيء،
يعني لم نشاهد فرص او اي فرص خطره من جانب فريق الحرجله، اما فريق الشرطه لم نشاهده بفرصه خطيره سوى بفرصه الهدف. يعني اداء الفريقين بصراحه دون المستوى منذ بدايه الموسم، وخصيصا بهذه المباراه. الى الان نشاهد الفريقين يلعبان باسلوب غير مقنع. المحاوله الان من يوسف عرفه، يوسف عرفه محاصر من وسام سلوم، المحاولة لا تزال الآن إلى داخل المنطقة. مؤمن ناجي سيطر على الكرة لكن تخرج إذن إلى ركلة ركنية. مؤمن ناجي ومجد الغايب، مؤمن ناجي كرة إلى داخل المنطقة بالرأس من خليل إبراهيم، كرة خطيرة جدا من خليل إبراهيم، يهدد للمرة الثانية بعد أن سجل الهدف، يهدد الآن برأسية خطيرة أبعدها هادي منون. الرمية الجانبية إذن، ملعوبة لمؤمن ناجي يسيطر على الكرة لكن مقطوعة، تعود لكروما والشريفة من جديد، مقطوعة تصل إلى الشريفة من جديد. المحاولة الآن من عبد الرزاق لحسين محمد علي وشاهر كاخي وحسن بوضان. المحاولة الآن التقدم من حاتم نابلسي ومجد الغايب، مجد الغايب إخراج للكرة على ما يبدو إصابة لأحد لاعبي فريق الحرجلة، على ما يبدو إصابة قوية، نتمنى له السلامة. محمد شريف هو من أصيب، نتمنى له السلامة. كرة عند الحكم وسام ربيع، تعود إذن لمصلحة محمد خلف وعامر دندشي والكرة الطويلة باتجاه مؤمن ناجي تصل إلى هادي منون وكرة للشريفة، الشريفة تمرير إلى مازن عمارة بالمحاولة، مازن عمارة إلى وسام سلوم والتقدم على الطرف الأيسر، محاولة إرسال كرة عرضية لكن تخرج الكرة إذن إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق الحرجلة. محمد كروما يستعد على تنفيذ الركلة الركنية. محمد كروما إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس من خليل إبراهيم، كما ذكرنا خليل إبراهيم يتفوق في الكرات الهوائية. المحاولة محمد علي وحاتم نابلسي لكن وجود خطأ لمصلحة فريق الحرجلة، احتجاج من اللاعب حاتم نابلسي. على ما يبدو انذار شفوي من الحكم وسام ربيع على حاتم نابلسي. المحاولة من عبد الرزاق لحسين كابيتانو الفريق، التمرير من حسن بوضان والكروما، تعود الى البوضان من جديد الى شاهر كاخي، لاعب عقيم جدا الى الان من جانب فريق الحرجلة. شاهر كاخي الكرة الطويلة باتجاه الحمدكو بالرأس باتجاه
أحمد حاتم، لكن إبراهيم الطويل تخرج هذه الكرة إذن لرمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة. إبراهيم الطويل، إبراهيم الطويل إلى حاتم نابلسي، حاتم نابلسي، وجود خطأ إذن لمصلحة فريق الشرطة. محمد خلف على هذه الكرة، محمد خلف التمرير إلى حاتم نابلسي، حاتم نابلسي، حاتم نابلسي باتجاه اللولو، اللولو المحاولة الآن، لكن يقطع الكرة مازن عمارة، مازن عمارة من جديد، خطأ لمصلحة فريق الحرجلة. تصل الكرة إلى الشريفة، الشريفة والتمرير باتجاه عبد الرزاق الحسين إلى شاهر كاخي، شاهر كاخي والكرة إلى الحمدكو باتجاه عبد الرزاق الحسين، والحمدكو من جديد على مشارف المنطقة. خطأ إذن لمصلحة فريق الحرجلة من على مشارف منطقة الجزاء، من منطقة مثالية صراحة لإدراك التعادل. من على حافة منطقة الجزاء، كرة خطيرة جدا بكل تأكيد. محمد كروما على التنفيذ، محمد كروما، خلال سنشاهد هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. محمد كروما، محمد كروما إلى داخل المنطقة بالرأس من أحمد حاتم، لكن عالية هذه الكرة تخرج وتمر بسلام على مرمى شيفان أوسي. شيفان أوسي يأخذ وقته الكامل، شيفان أوسي إلى وسط الملعب بالرأس، تصل إلى حسن بوضان، حسن بوضان التمرير، المحاولة من مجد الغايب، مجد الغايب، مجد الغايب يسيطر على الكرة، التمرير إلى مالك علي، مالك علي وخليل إبراهيم، خليل إبراهيم، وخطأ لمصلحة فريق الشرطة. مالك علي ومجد الغايب، مجد الغايب وعلى هذه الكرة وبجانبه إبراهيم الطويل، مجد الغايب كرة إلى داخل المنطقة باتجاه اللولو، اللولو يستحوذ على الكرة، الفرصة الخطيرة والهدف جول، الهدف الثاني، مؤمن ناجي، مؤمن ناجي ينجح بإضافة الهدف الثاني، جول شرطاوي، هدف أو هدف ثاني إذن لمصلحة فريق الشرطة، هدف بكل تأكيد بوقت مهم بنهاية الشوط الأول، هدف يريح الأعصاب، هدف يزيد من الضغط على فريق الحرجلة. طبعا إلى الآن لم نشاهد فريق الحرجلة يدخل إلى أجواء اللقاء،
استغل هذا الشيء فريق الشرطة وسجل الهدف الثاني بكرة ولا أروع كانت من مجد الغايب باتجاه كما نشاهد محمد لولو إلى مؤمن ناجي البعيد عن الرقابة. إذن والحكم الرابع يضيف 3 دقائق هو الوقت الإضافي. التمرير الآن لمحمد شريفة. محمد شريفة إلى وسام سلوم، الكرة طويلة باتجاه محمد الخلف. محمد خلف وكرة كما نشاهد بلقطة الإعادة. كما نشاهد بلقطة الإعادة كيف دخل الهدف. كما تشاهدون كيف محمد لولو سيطر على الكرة ومرر إلى مؤمن ناجي البعيد عن الرقابة. على ما يبدو إصابة أحد لاعبي فريق الحرجلة. نتمنى له السلامة. طبعا محمد علي نشاهد لقطة الإعادة للهدف الأول كيف كان بوضعية مرتاحة محمد خلف ومرر باتجاه خليل إبراهيم. محمد علي كرة إلى داخل منطقة الجزاء، لا تزال الخطورة قائمة بالرأس. مبعدة هذه الكرة تصل إلى مالك علي، يبعد هذه الكرة مالك علي تصل إلى شاهر كاخي. شاهر كاخي تصل لهادي منون، هادي منون إلى شاهر كاخي من جديد. شاهر كاخي يرسل كرة طويلة باتجاه العمارة لكن مقطوعة من إبراهيم الطويل، تصل إلى مالك علي. مالك علي من جديد إلى مؤمن ناجي صاحب الهدف الثاني. مؤمن ناجي كابتانو الفريق. المحاولة الآن يتقدم خليل إبراهيم التمرير لكن راية التسلل حاضرة على مجد الغايب. كرة ملعوبة لعبد الرزاق الحسين. عبد الرزاق الحسين التقدم التمرير باتجاه أحمد حاتم إلى الشريفة في وسط الملعب. الشريفة بالمحاولة إلى مازن عمارة. مازن عمارة ومحمد علي. محمد شريفة من جديد تصل إلى حسن بوظان. حسن بوظان التمرير باتجاه وسام سلوم والكرة العرضية مبعدة من عامر دندشي ومعها يعلن الحكم عن نهاية أحداث الشوط الأول بتفوق فريق الشرطة بهدفين مقابل لا شيء. كما تشاهدون هذه هي الإحصائيات. التسديدات كانت 2 لمصلحة فريق الشرطة وسجل منها تسديدة وحيدة لفريق الحرجلة والركنيات 3 للحرجلة و2 للشرطة. حالات التسلل 2 كانت وانذارات 3 لفريق الشرطة والاستحواذ تقريبا 55% لمصلحة فريق الشرطة و 45% لمصلحة فريق الحرجلة. نعود إليكم مع بداية أحداث الشوط الثاني. عودة إذن لأحداث المباراة. عودة للشوط الثاني ما بين الحرجلة والشرطة. الشوط الأول الذي انتهى بتفوق فريق الشرطة بهدفين مقابل لا شيء. سجل الأول في الدقيقة 17 اللاعب خليل إبراهيم وفي
قبل نهاية الشوط الأول سجل هدف التقدم الثاني للشرطة اللاعب مؤمن ناجي. طبعا تبديلات من جانب فريق الحرجلة، ثلاثة تبديلات بدخول أحمد اللحام وبهاء الأسدي ومجد خشمان وخروج كل من مازن عمارة وأحمد حاتم ومحمد شريفة. إذن الآن الركلة الركنية، المحاولة إلى داخل المنطقة مبعدة هذه الكرة، لا تزال الخطورة قائمة على مشارف منطقة الجزاء، محاولة التسديد لكن مقطوعة من بهاء الأسدي بأول اللمسات. بهاء الأسدي، كرة لعبد الرزاق لحسين، عبد الرزاق لحسين صاحب الخبرة الكبيرة، عبد الرزاق بالمحاولة، عبد الرزاق والمرور لكن من أمام اللولو ووجود لخطأ لمصلحة فريق الحرجلة. وسام سلوم، وسام سلوم على هذه الكرة، وأحمد اللحام، أحمد اللحام أيضا بأول اللمسات. أحمد اللحام، كرة إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس مبعدة هذه الكرة، تصل لمؤمن ناجي صاحب الهدف الثاني. مؤمن ناجي وأحمد اللحام من جديد، محمد كروما، محمد كروما التمرير على مشارف المنطقة، كرة وخطيرة جدا وخطأ، خطأ من منطقة مثالية جدا لمصلحة فريق الحرجلة من على مشارف منطقة الجزاء، من على حافة منطقة الجزاء هذه الكرة كما نشاهد بلقطة الإعادة. من سيسدد هذه الكرة الخطرة صراحة من على مشارف منطقة الجزاء، فرصة مثالية لتسجيل هدف تقليص الفارق مع أول دقائق الشوط الثاني. عبد الرزاق الحسين، عبد الرزاق الحسين على هذه الكرة، هل سنشاهد عبد الرزاق الحسين يسجل هدف تقليص الفارق؟ عبد الرزاق الحسين التسديد، وكرة سهلة على شيفان أوسي، سهلة هذه الكرة كانت على شيفان أوسي، مرت بسلام على مرمى فريق الشرطة. شيفان أوسي يلعب الكرة، تصل لمجد الغايب، مجد الغايب لكن محمد علي يقطع من جديد، تصل إلى مجد خشمان بأول اللمسات. مجد خشمان، ثلاثة تبديلات أجراها الكابتن ياسر المصطفى. المحاولة الآن العرضية إلى داخل المنطقة لكن خليل إبراهيم كما ذكرنا يتفوق في الكرات الهوائية. أحمد اللحام من جديد، المحاولة كروما لكن مقطوعة من خليل إبراهيم، خليل إبراهيم يفضل التقدم، خليل إبراهيم المحاولة لكن خطأ، خطأ لمصلحة فريق الشرطة. الكرة الآن باتجاه مجد الغايب لكن خروج موفق للحارس هادي منون، كرة باتجاه عبد الرزاق الحسين لكن بالرأس مقطوعة، تعود لمصلحة فريق الحرجلة بالرأس، تصل إلى الحمدكو، الحمدكو والمحاولة على مشارف أو في وسط الملعب، مقطوعة هذه الكرة من إبراهيم الطويلة، التمرير إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي والمحاولة الآن على مشارف منطقة الجزاء التقدم، المحاولة يوسف عرفة، يوسف عرفة يترك الكرة لمؤمن ناجي، مؤمن ناجي من جديد، مؤمن ناجي المحاولة، مؤمن ناجي التمرير إلى حاتم نابلسي، محاولة إرسال كرة إلى مجد الغايب لكن بهاء الأسدي يقطع هذه الكرة، التمرير باتجاه عبد الرزاق الحسين، عبد الرزاق الحسين وكرة تخرج إذن إلى رمية جانبية
عامر دندشي يخرج هذه الكرة. حسن بوضان والمحاولة الآن تصل لعبد الرزاق لحسين وبهاء الأسدي. بهاء الأسدي يفضل التقدم. بهاء الأسدي يترك الكرة لوسام سلوم. يا سلام بهاء الأسدي يتوغل بهاء بالكرة إلى عبد الرزاق لحسين، لكن مقطوعة تزيين محمد علي، لكن تخرج الكرة إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق الحرجلة. محمد علي على هذه الكرة. محمد علي إلى داخل المنطقة بالرأس، تصل إلى حسن بوضان، لكن تسديدة عالية يا حسن. تسديدة عالية كانت من حسن بوضان تمر بسلام على مرمى شيفان أوسي. شيفان أوسي. شيفان أوسي والكرة الطويلة باتجاه خليل إبراهيم بالرأس تصل إلى محمد علي يبعد هذه الكرة. المحاولة الآن محمد كروما لكن محمد خلف يقطع هذه الكرة، يرسل الكرة باتجاه حاتم نابلسي تصل إلى هادي منون و الكرة بالرأس من محمد لولو. خليل إبراهيم التقدم من خليل إبراهيم، التمرير إلى محمد لولو، من جديد تعود إلى خليل إبراهيم، التمرير إلى مؤمن ناجي، تناقل جميل لهذه الكرات. المحاولة الآن يوسف عرفة الحكم، وخطأ إذن لمصلحة فريق الشرطة، خطأ على وسام سلوم. مؤمن ناجي ومالك علي على هذه الكرة. مؤمن ناجي باتجاه خليل إبراهيم، لكن مقطوعة تصل إلى بهاء الأسدي. الآن إلى عبد الرزاق الحسين، عبد الرزاق وبهاء الأسدي وخطأ. كرة الآن لأحمد اللحام، التمرير إلى الكروما والمحاولة الآن لوسام سلوم والحمدكو. بهاء الأسدي الآن المحاولة إلى داخل منطقة الجزاء، لكن تخرج إلى ركلة ركنية. إذن محمد كروما، عبد الرزاق الحسين، وكرة إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس. تفوق واضح للاعبي فريق الشرطة في الكرات الهوائية. من جديد تصل باتجاه مجد الغايب، محاولة السيطرة على الكرة تصل إلى الكروما وكرة باتجاه بهاء الأسدي الكرة الخطيرة، لكن بالرأس من جديد تصل لمؤمن ناجي في الهجمة المرتدة. المحاولة الآن باتجاه مجد الغايب يسيطر على الكرة من أمام وسام سلوم، التمرير إلى حاتم نابلسي والدخول بشكل جميل إلى داخل منطقة الجزاء وخروج للكرة. إذن الركلة الركنية. مجد الغايب ومؤمن ناجي إلى مجد الغايب والكرة العرضية إلى داخل المنطقة بالرأس من شاهر كاخي تصل إلى مؤمن ناجي يعيد الكرة إلى المواقع الخلفية باتجاه مالك علي ومن جديد يبعد هذه الكرة باتجاه مؤمن ناجي. المحاولة الآن مؤمن ناجي السيطرة على الكرة والتقدم، التمرير إلى
المحاولة الآن إلى يوسف عرفة، لكن لا تزال الكرة عند لاعبي فريق الشرطة. التمرير ووجود لخطأ على وسام سلوم. إذن مؤمن ناجي ومجد الغايب، مؤمن ناجي والكرة باتجاه خليل إبراهيم، لكن مقطوعة تعود لمجد الغايب بالرأس. المحاولة الآن لا تزال خليل إبراهيم كما ذكرنا يتفوق في الكرات الهوائية. خليل من جديد تصل لمحمد الخلف، محمد الخلف والمحاولة من يوسف عرفة، التمرير إلى مجد الغايب، مجد الغايب والكرة الطويلة كانت بدون عنوان من مجد الغايب، وصلت لهادي منون ملعوبة هذه الكرة. المحاولة الآن التمرير تصل إلى شيفان أوسي، إلى مالك علي وابراهيم الطويل، ويوسف عرفة في وسط الملعب. مالك علي، التمرير تصل لهادي منون، تخرج الكرة إذن إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة. ملعوبة هذه الكرة، إبراهيم الطويل، لف ودار إبراهيم، التمرير إلى خليل إبراهيم، والطويل. المحاولة الآن يوسف عرفة والمرور بشكل جميل، الكرة الخطيرة الآن على داخل منطقة الجزاء، التسديد وكرة خطيرة جدا، كما نشاهد بلقطة الإعادة الآن. الكرة الخطيرة كانت من يوسف عرفة، كرة خطيرة جدا. هادي منون، المحاولة الآن خليل إبراهيم، مقطوعة من شاهر كاخي، تصل لمحمد لولو ومالك علي بالرأس إلى خليل إبراهيم. طبعا كنا نتحدث في الشوط الأول عن وجود اليوم مباراة هامة بين فريق الجزيرة وفريق جرمانة، بنسبة كبيرة ستحدد المتأهل إلى الدوري الممتاز. طبعا هي مباراة الذهاب، في هذه اللحظات يتقدم فريق الجزيرة بالهدف الثاني بواسطة مالك لمحمد، هدفين مقابل لا شيء على فريق جرمانة. طبعا أيضا مباراة الذهاب ما بين فريق المجد والحرية هنا في ملعب الجلاء في يوم السبت. كرة ملعوبة الآن، يوسف عرفة، الكرة الخطيرة. المحاولة الآن إلى مجد الغايب بالرأس، من مجد الغايب خليل إبراهيم، التسديد لكن بعيدة من خليل إبراهيم. حسن بوضان، المحاولة الآن محمد خلف يبعد هذه الكرة بمبدأ الأمان وتخرج إلى رمية جانبية. إذن وسام سلوم، وكرة لحسن بوضان، المحاولة الآن بالرأس تصل إلى عبد الرزاق الحسين، ومحمد علي، التقدم الآن من مجد خشمان، إلى محمد علي على مشارف المنطقة. المحاولة الآن الكرة وتخرج إذن إلى ركلة مرمى. شيفان أوسي،
شيفان أوسي بالرأس إلى خليل إبراهيم. محمد خلف تصل إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي التمرير باتجاه يوسف عرفة، لكن رأيت التسلل حاضرة بهذه اللقطة. كرة ملعوبة الآن، خليل إبراهيم يترك الكرة لحاتم نابلسي، لكن شاهر كاخي تصل إلى عبد الرزاق لحسين، عبد الرزاق لحسين وبهاء الأسدي. المحاولة الآن مقطوعة تخرج إلى رمية جانبية، إذن تصل إلى عبد الرزاق من جديد كابتانو الفريق عبد الرزاق لحسين، التمرير باتجاه مجد خشمان. مجد خشمان المحاولة الآن، مجد خشمان لا يزال يسيطر على هذه الكرة. المحاولة الآن من على مشارف منطقة الجزاء أحمد اللحام، لكن مقطوعة من خليل إبراهيم، التمرير باتجاه حاتم نابلسي، حاتم نابلسي بالتقدم، حاتم نابلسي. المحاولة الآن تخرج إذن الكرة إلى رمية جانبية. كرة ملعوبة من مالك علي، لكن بعيدة عن جميع اللاعبين وتخرج إلى ركلة مرمى. التمرير إلى وسام سلوم، وسام سلوم عبد الرزاق لحسين، لكن محمد لولو، محمد لولو. المحاولة الآن، المحاولة الآن لا تزال تصل ليوسف عرفة إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي. المحاولة من مؤمن ناجي إلى حاتم نابلسي، حاتم نابلسي محاولة فتح زاوية للتسديد، لكن مقطوعة هذه الكرة وخطأ، خطأ لمصلحة فريق الشرطة. خطأ من على مشارف منطقة الجزاء، فرصة لإضافة الهدف الثالث وحسم اللقاء بشكل كلي. أقل من نصف ساعة على نهاية المباراة. من سيسدد؟ من سيكون على التسديد؟ على ما يبدو مؤمن ناجي هو من سيسدد هذه الكرة. الآن صافرة الحكم، مؤمن ناجي التسديد، وكرة خطيرة جدا، خطيرة جدا، يبعدها هادي منون بصعوبة، تخرج إذن الكرة إلى ركلة ركنية. الآن الركلة الركنية، المحاولة داخل منطقة الجزاء، لكن مقطوعة تصل إلى إبراهيم الطويل، إبراهيم الطويل إلى مالك علي، التمرير من جديد باتجاه مجد الغايب، لكن تخرج هذه الكرة إلى رمية جانبية. إذن ملعوبة هذه الكرة إبراهيم الطويل، و المحاولة الآن لا تزال عند لاعبي فريق الشرطة، مع أن فريق الشرطة متقدم بهدفين، لكنه للآن يسيطر في الشوط الثاني.
يسيطر بهذه الدقائق. المحاولة من مجد الغايب تصل لإبراهيم الطويل من أمام عبد الرزاق لحسين، يرسل كرة إلى محمد خلف صانع الهدف الأول. المحاولة الآن، لكن راية الحكم راية التسلل. هذه الكرة بالرأس تصل لشيفان أوسي. المحاولة الآن أحمد اللحام، أحمد اللحام التمرير لكن مقطوعة من جديد، تصل لشاهر كاخي. محمد كروما في وسط الملعب. المحاولة الآن حسن بوضان، حسن بوضان في المواقع الخلفية. المحاولة لا تزال عبد الرزاق لحسين، عبد الرزاق لحسين التمرير إلى شاهر كاخي، شاهر كاخي إلى مجد خشمال لكن مقطوعة من مجد الغايب التمرير، لكن طالت هذه الكرة. الآن كرة لوسام سلوم، لا يزال يحافظ على كرته وسام سلوم. الحكم يأمر باستمرار اللعب، لا وجود لخطأ. حاتم نابلسي، حاتم نابلسي وشاهر كاخي، وخطأ لمصلحة فريق الحرجلة في وسط الملعب. كرة ملعوبة إذن. خليل إبراهيم، خليل إبراهيم التمرير باتجاه يوسف عرفة لكن مقطوعة هذه الكرة، تخرج إلى رمية أو خطأ، خطأ ملعوب. أحمد لحام، أحمد لحام إلى بهاء الأسدي، حسن بوضان أيضا يستعد اللاعب سليم برهوم للدخول. إذن دخول لسليم برهوم وخروج لعبد الرزاق لحسين. محمد خلف يرسل كرة طويلة باتجاه المناطق الأمامية لكن مقطوعة من جديد، تصل للمحاولة الآن عند لاعبي فريق الحرجلة. سليم برهوم بأول اللمسات تعود إلى حسن بوضان، حسن بوضان على هذه الكرة، يرسل كرة طويلة باتجاه الحمدكو لكن مقطوعة هذه الكرة، تصل لأحمد اللحام، أحمد اللحام، أحمد اللحام ومجد خشمان يلحق بالكرة مجد لكن طالت وخرجت إلى رمية جانبية إذن لمصلحة فريق الشرطة. خليل إبراهيم، خليل إبراهيم إبعاد للكرة من إبراهيم الطويل، تخرج إلى رمية جانبية إذن لمصلحة فريق الحرجلة. الكرة الآن للكروما، الكروما والمحاولة من أمام مجد الغايب لكن خطأ لمصلحة فريق الشرطة. شيفان أوسي، بطاقة على ما يبدو بطاقة صفراء على شيفان أوسي لإضاعة الوقت.
20 دقيقة على نهاية المباراة، والشرطة متقدم بهدفين. نتيجة قاسية بكل تأكيد على الحرجلي الذي يبحث عن الهروب من دوامة الهبوط، لكن اليوم يخسر، وبالتالي اقتراب فريق الشرطة من فريق الحرجلي الآن بهذه النتيجة يصبح لديه 17 نقطة. كرة لحاتم نابلسي، حاتم نابلسي المحاولة لكن مقطوعة من شاهر كاخي، لم يستطع التعامل معها بشكل مثالي حاتم نابلسي لهذه الكرة. كرة ملعوبة، كرة باتجاه الحمدكو، الحمدكو وعامر دندشي بالرأس من مبدأ الأمان يبعد هذه الكرة. الحمدكو إلى أحمد اللحام، أحمد اللحام والحمدكو، الحمدكو محاولة إرسال كرة عرضية إلى داخل المنطقة لكن بالرأس من جديد مبعدة. كما ذكرنا يتفوق لاعبي فريق الشرطة بالكرات الهوائية. شاهر كاخي التمرير لكن محمد علي تخرج الكرة إذن إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الشرطة. كرة من جديد تصل لمؤمن ناجي، مؤمن ناجي خليل إبراهيم ومؤمن ناجي، التمرير لمجد الغايب، مجد الغايب حان وقت التبديلات بصراحة بالنسبة لفريق الشرطة. حان وقت التبديلات برأيي، يعني تبديلات بالنسبة ليوسف عرفة، مجد الغايب بحاجة الآن، فريق الشرطة لتبديل، بحاجة لضخ دماء جديدة بالفريق وخصوصا في المواقع الأمامية. كرة مبعدة من عامر دندشي، وسام سلوم إلى حسن بوظان، حسن بوظان والكرة الطويلة بالتصلي إذن للحمدكو، الحمدكو والمحاولة، وسام سلوم والكرة العرضية باتجاه مجد خشمان لكن مقطوعة تصلي مجد الغايب، مجد الغايب التمرير إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي كنترول خاطئ للكرة، مؤمن ناجي في وسط الملعب. المحاولة الآن لا تزال عند لاعبي فريق الحرجلي، محمد علي، محمد علي بالرأس من عامر دندشي من جديد، تصلي الحمدكو، الحمدكو يلحق بالكرة، الحمدكو لكن تخرج هذه الكرة، تخرج إلى رمية جانبية لم يستطع اللحاق بالكرة محمد حمدكو. المحاولة الآن مبعدة هذه الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الحرجلي. حسن بوظان الكرة العرضية بالرأس من محمد خلف، المحاولة الآن من جديد أحمد اللحام، كرة تصل لشيفان أوسي، ما يقارب الربع ساعة على نهاية أحداث هذا اللقاء. شيفان أوسي يأخذ وقته الكامل، شيفان يرسل الكرة باتجاه مجد الغايب، تصلي مالك علي بالرأس من جديد، مالك علي التمرير إلى يوسف عرفة، يوسف عرفة المحاولة الآن، خطأ لمصلحة فريق الشرطة. على ما يبدو إصابة قوية لأحد لاعبي فريق الشرطة.
نتمنى السلامة لجميع اللاعبين وأن تنتهي هذه المباراة بدون أي إصابات. خروج إذن للاعب، نتمنى له السلامة طبعا. يوسف عرفة هو من أصيب كرة إذن باتجاه مجد الغايب، تصل إلى خليل إبراهيم، خليل إبراهيم تمرير إلى مؤمن ناجي، مؤمن ناجي إلى اللولو، اللولو ومؤمن ناجي، لكن وسام سلومي بعد هذه الكرة وتخرج إلى رمية جانبية إذن لمصلحة فريق الحرجلة. عودة يوسف عرفة إلى داخل الملعب، المحاولة الآن بالرأس عامر دندشي، خطأ لمصلحة الحرجلة. أحمد اللحام المحاولة الآن، مجد خشمان، مجد خشمان بالتوغل، مجد خشمان بالكرة العرضية لكن بعيدة عن جميع اللاعبين. الرمية الجانبية محمد لولو، الخلف يبعد هذه الكرة باتجاه حسن بوضان وشاهر كاخي باتجاه هادي منون. هذه الكرة الآن كرة الآن لحلولو، اللولو والكرة تخرج إلى ركلة ركنية إذن. يعني بصراحة مستوى المباراة بالرغم من وجود هدفين، بالرغم من وجود تقدم مريح، لكن كرة الآن المحاولة لكن دون المستوى المباراة، يعني بصراحة مباراة ضعيفة من حيث الأداء، من حيث التكتيك، من حيث الأفكار، من حيث الفنيات، لا وجود لأي شيء. كرة تصل لحاتم نابلسي، حاتم نابلسي، حاتم والمحاولة، حاتم نابلسي على مشارف المنطقة، حكم يأمر باستمرار اللعب. من جديد كرة تصل لوسام أو سليم برهوم، الآن تبديل قادم لفريق الشرطة، يستعد اللاعب معن الحسن للدخول. محمد كروما، محمد كروما تزيد من بعيد والكرة بعيدة عن المرمى. التبديل إذن خروج ليوسف عرفة ودخول لمعن الحسن. كما ذكرنا دخول لمعن الحسن وخروج ليوسف عرفة. المحاولة الآن بالرأس مالك علي ومعن الحسن،
التسديد من بعيد، لكن الكرة تخرج إلى ركلة مرمى. تصل لحسن بوظان، 10 دقائق على نهاية أحداث هذا اللقاء. كرة طويلة باتجاه المناطق الأمامية، تصل باتجاه سليم برهوم من أمام محمد الخلف. تخرج هذه الكرة إذن إلى رمية جانبية. محمد علي وكرة إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس مبعدة، تسديد من محمد كروما لكن ترتد من دفاعات فريق الشرطة. على ما يبدو إصابة، ودخول للطاقم الطبي. أتمنى السلامة لجميع اللاعبين. يعني مباراة ما بين كل دقيقة توقف، كل دقيقة أحد اللاعبين يتعرض لإصابة أو تخرج الكرة، يعني حتى رمية التماس تجد تأخير في تنفيذ ركلة المرمى. يعني بحاجة لسن قوانين جديدة تمنع إضاعة الوقت، وقبل سن القوانين بحاجة لوضع أو تعزيز ثقافة اللاعبين بأمور كرة القدم. يعني من غير الوارد ما بين الدقيقة والأخرى محاولات إضاعة الوقت تستمر من اللاعبين. يعني كما تشاهدوا خرج اللاعب ثم لا يوجد شيء، عاد للملعب. كما ذكرنا يعني بحاجة لتعزيز ثقافة اللعب، ولا شيء غير اللعب. من جديد تصل إلى وسام سلوم الكرة العرضية بالرأس مبعدة، تصل لمؤمن ناجي. مؤمن ناجي الكرة الآن باتجاه معن الحسن، والتدخل كان هادي منون في وسط الملعب. هادي منون وصل لنصف الملعب تقريبا. كمان نشاهد بلقطة الإعادة كيف خرج معن مرماه الحارس هادي منون، تصل إلى مؤمن ناجي، كرة خطيرة من مؤمن ناجي إلى معن الحسن، والهدف الثالث. جول البديل الناجح معن الحسن ينجح بتسجيل الهدف الثالث، هدف حسم المباراة. معن الحسن، يا سلام على المرور من مؤمن ناجي. إذن الهدف الثالث لمصلحة فريق الشرطة بعد توغل رائع وتمريرة ولا أروع لمؤمن ناجي. سجل الهدف الثاني وساهم بالهدف الثالث مؤمن ناجي، ومعن الحسن البديل نجح بإضافة الهدف الثالث. كما نشاهد بلقطة الإعادة، التوغل كان والتقدم من مؤمن ناجي والتمريرة الجميلة والرائعة من مؤمن ناجي إلى معن الحسن الذي وضع الكرة على يمين الحارس هادي منون. كرة ملعوبة، المحاولة الآن في وسط الملعب. يعني هدف يريح الأعصاب بالنسبة لفريق الشرطة، هدف يحسم اللقاء بكل تأكيد. 6 دقائق على نهاية أو 5 دقائق على نهاية أحداث المباراة. المحاولة الآن من حاتم نابلسي. كرة الآن ملعوبة للحمدكو بمحاولة على مشارف المنطقة إلى داخل المنطقة، لكن شيفان أوسي أقرب لهذه الكرة. يعني فريق الحرجلة في المباريات الأخيرة ثلاثية أمام الأهلي وخسارة أمام
فريق الطليعة بعد أن كان متقدم في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء، ثم ينجح فريق الطليعة بتسجيل هدفين. والآن ثلاثية من الشرطة بكل تأكيد يعني نتائج قاسية، نتائج غير متوقعة على عكس الذهاب الذي كان أفضل بعض الشيء. يعني كان هناك نتائج في العشر جولات الأولى، نتائج تبدو منطقية بعض الشيء، لكن الآن انهيار كامل لفريق الحرجلة، وبالتالي أصبح يعني مهدد بنسبة كبيرة للهبوط هذا الموسم. يعني اليوم فريق الشرطة اقترب، ومع ذلك فريق الشرطة لا يزال مهدد ولا يزال في عداد الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى، يعني للهبوط لأربعة فرق. أيضا يستعد اللاعب صهيب الشرعبي ومحمد الشيخ للدخول. مقطوعة هذه الكرة ملعوبة من الحمدكو، المحاولة لكن تخطي إلى رمية جانبية. الحمدكو يلعب الكرة بسرعة إلى وسام سلوم، وسام سلوم تخرج الكرة إذن إلى ركلة ركنية. التبديلات صهيب الشرعبي وخروج لحاتم نابلسي. أيضا خروج لمؤمن ناجي ودخول لمحمد الشيخ. هذه التبديلات، طبعا مؤمن ناجي ساهم بهدفين، سجل الثاني وصنع الثالث. وسام سلوم كرة إلى داخل المنطقة، لكن شيفان أوسي خروج موفق. المحاولة الآن، فرصة لإضافة الهدف الرابع، كرة لمجد الغايب لكن خروج موفق للحارس هادي منون. حسن بوضان الكرة باتجاه سليم برهوم، سليم برهوم أو الحمدكو، الحمدكو الحكم يأمر باستمرار اللعب لا وجود لخطأ. الكرة الآن باتجاه معن الحسن، معن الحسن وحيد، معن الحسن ينتظر المساندة، يترك الكرة لخليل إبراهيم، خليل إبراهيم والتمرير. المحاولة الآن صهيب الشرعبي، صهيب الشرعبي ومحمد الشيخ، محمد الشيخ المحاولة الآن تعود إلى إبراهيم الطويل، إبراهيم الطويل وصهيب الشرعبي، صهيب الشرعبي والمرور. المحاولة الآن على مشارف المنطقة، فرصة إضافة الهدف الرابع لكن التمرير بشكل خاطئ. الكرة الآن مبعدة، المحاولة الآن بالرأس من اللاعب عامر دندشي، تصل إلى اللولو، اللولو والتمرير إلى معن الحسن إلى داخل المنطقة، لكن تطول هذه الكرة وتخرج إلى ركلة، ركلة مرمى. الكرة الآن في وسط الملعب، المحاولة عامر دندشي تصل إلى اللولو، اللولو التمرير إلى مالك علي، مالك علي، مالك علي وخليل إبراهيم، خليل إبراهيم التمرير من جديد. كرة الآن محولة على مشارف منطقة الجزاء، فرصة لإضافة الهدف الرابع، التسديد لكن بالقائم، بالقائم هذه الكرة الخطيرة. تصل إلى محمد أو محمد خلف، سليم برهوم، سليم برهوم فرصة أو الحمدكو فرصة لإضافة هدف تقليص الفارق، لكن شيفان أوسي يبعد هذه الكرة. الركلة الركنية إلى داخل منطقة الجزاء بالرأس، تصل إلى حسن بوضان، حسن بوضان لكن شيفان أوسي الخروج الموفق. المحاولة الآن وسام سلوم، الكرة العرضية لكن مبعدة من جديد، مبعدة من جديد. المحاولة الآن أيضا هناك تبديل، طبعا الوقت الإضافي 5 دقائق، يعلن عنها الحكم الرابع. تصل إلى هادي منون، أيضا يساعد اللاعب عبد الساتر حسين للدخول. التمرير إلى وسام سلوم، وسام سلوم
وسام سلوم، المحاولة الآن إلى حسن بوضان، حسن بوضان ووسام سلوم، محاولة إرسال كرة عرضية لكن تخرج إلى ركلة ركنية. إذن التبديل الآن عبد الساتر حسين، يدخل وخروج لمجد الغايب. الكرة الآن الركنية إلى داخل منطقة الجزاء لكن بالرأس خليل إبراهيم. خليل إبراهيم، كل الكرات الهوائية لخليل إبراهيم من جديد، تصل إلى مجد خشمان. مجد خشمان، المحاولة الآن على مشارف المنطقة، يعني فرصة بالنسبة لفريق الحرجلة لتسجيل هدف ربما. المحاولة الآن، وسام سلوم، الكرة العرضية بالرأس، خليل إبراهيم من جديد. المحاولة الآن، مجد خشمان، التسديد لكن بعيدة عن المرمى. كما نشاهد بلقطة الإعادة، هذه هي التسديدة كانت لمجد خشمان. شيفان أوسي، شيفان أوسي، والكرة ها الطويلة باتجاه المناطق الأمامية، شاهر كاخي بالرأس، وبعد هذه الكرة من جديد تصل إلى اللولو. اللولو، اللولو سيطر على الكرة لكن تخرج إلى رمية جانبية لمصلحة فريق الحرجلة. وسام سلوم إلى حسن بوضان، حسن بوضان ووسام سلوم، وسام سلوم، والكرة تخرج إلى رمية جانبية على ما يبدو إصابة لكل من الحمد كوا. ومحمد لولو، كرة ملعوبة. هالمحاولة الآن، محمد علي، الكرة العرضية بالرأس تصل إلى الحمد كوا لكن تخرج إلى ركلة مرمى. محمد لولو على ما يبدو. شيفان أوسي، شيفان أوسي، شيفان أوسي، إذن والكرة تعود باتجاه هادي منون. أقل من دقيقتين على نهاية أحداث هذه المباراة. الآن كرة لمصلحة فريق الحرجلة أو الشرطة تصل إلى خليل إبراهيم. خليل إبراهيم صاحب الهدف الأول. المحاولة الآن من مجد خشمان، التمرير إلى بهاء الأسدي لكن مقطوعة من مالك علي. مالك علي، التمرير إلى صهيب الشرعبي. صهيب الشرعبي، المحاولة الآن لمحمد كروما. محمد علي على هذه الكرة، يعود إلى الخلف قليلا. المحاولة الآن لا تزال لكن مقطوعة من جديد بهاء الأسدي، لكن خليل إبراهيم، مباراة رائعة لخليل إبراهيم صراحة اليوم، يقدم مستوى مميز جدا ومساهمات دفاعية وهجومية رائعة. المحاولة الآن، مجد خشمان، مجد خشمان بآخر الكرات، مجد خشمان، المحاولة إلى سليم برهوم. سليم برهوم، والكرة العرضية إلى داخل المنطقة لكن بعيدة عن لاعبي فريق الحرجلة. محمد لولو، محمد لولو، التمرير، المحاولة الآن محمد الشيخ لكن مقطوعة من بهاء الأسدي، تعود إلى وسام سلوم. وسام سلوم، نصف دقيقة، بهاء الأسدي، والكرة تخرج إلى ركلة ركنية. إذن كرة ملعوبة إلى وسام سلوم، وسام سلوم، والمحاولة بآخر الدقائق إلى داخل منطقة الجزاء، المرور لكن تخرج هذه الكرة، لا تزال بداخل أرض الملعب. مبعدة هذه الكرة، مبعدة من دفاعات فريق الشرطة، تصل إلى شاهر كاخي. شاهر كاخي يعود بالكرة باتجاه هادي منون. إذن والحكم وسام ربيع يعلن عن نهاية أحداث هذه المباراة بفوز مستحق لفريق الشرطة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. نعود إليكم مع بداية أحداث، نعود إليكم في مباريات أخرى.